بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب طلاب بريب ون، إن شاء الله النهاردة معادنا مع ليسون 3. ليسون 3 في الألجبرا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن حاجة اسمها نيجاتيف انتجر بارز. نيجاتيف انتجر بارز يعني أنت فاهم إن أنت إيه؟ هيجيب لك البار نيجاتيف. تعال راجع بس كويك ريفيجن على اللي إحنا خدناه. قلت لك لو أنت عندك 2 أوفر 3 أول بار 2، بتسأل نفسك يعني إيه بار 2؟ فأنا مثلا لو جيت أشوف 2 بار 2، 2 بار 2 دي بكام؟ توزع الباور على اللي فوق وعلى تحت. 2 بار 2 اللي هي بكام؟ ب 4. طب وتحت 3 بار 2 اللي هي بكام؟ ب 9. يبقى هي 4 اوفر 9. ده الكلام ده لو الباور بوزيتيف، فبتحل على طول، بتوزع الباور على اللي فوق واللي تحت. طب افرض جاب لك البيز نيجاتيف، قال لك نيجاتيف 2 اوفر 3 اول باور 4. طب لو البيز هي اللي نيجاتيف، طب البيز نيجاتيف يبقى انت بتبص على الباور، الحل بيجي من الباور، فانت حاول تبعد عن النيجاتيف. تاني البيز نيجاتيف فبتبص على الباور، الباور هنا ايه؟ الباور مستر هنا ايفن، الفور دي ايفن، فالايفن يعمل ايه؟ يكنسل الباور خالص، يكنسل النيجاتيف، فتبقى المساله كام؟ استنى، فالمساله دي ما تحلش على طول، الاول هتشوف هتعمل ايه مع النيجاتيف. فانا هنا لو البيز ايفن فالايفن ياكل النيجاتيف. مثلا لو جبت لك حاجه مش متقشره، لو حاجه متقشره بتاكلها على طول، طب حاجه مش متقشره؟ لا، لو حاجه مش متقشره بتقشرها الاول وبعد كده بتاكل. انا نفس الحكايه، لو البيز هنا نيجاتيف، البيز نيجاتيف فبتبص للباور، دي مش متقشره، الباور ما بتطبقوش على النيجاتيف، فلو عندك نيجاتيف واقف. طب انا مستر هنا البيز ايفن فياكل النيجاتيف وبعد كده اوزع الباور، 2 باور 4 اللي هي بكام؟ 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 دول ب 4، ملتبلاي 4 يبقى بكام؟ هتقول لي ب 16. طب وهنا 3 تايمز 3 تايمز 3 تايمز 3 دول ب 9، تايمز 9 تبقى ب 81. فانا لو جاب لي البيز نيجاتيف، لا البيز نيجاتيف، يبقى استنى هتبص على مين؟ على الباور. يبقى النيجاتيف فين في البيز؟ يبقى لا، الحل هيجي منين؟ بالباور. طب لو البيز نيجاتيف والباور قد، لا طلع النيجاتيف بره وكمل. طب احنا النهارده هناخد ايه؟ النهارده ان شاء الله هيجيب لك لو الباور هو اللي نيجاتيف، لو الباور اللي فوق نيجاتيف. فانا لو الباور نيجاتيف مستر يبقى في مشكله في الباور، الباور عطلان، في مشكله في الباور، فانت يبقى الحل منين؟ من البيز. طب بتعمل ايه الملخص؟ كل اللي انت بتعمله بتيجي على البيز اللي تحت، البيز اللي تحت ده بتشقلبه، بتجيب الريسيبروكال بتاعه، هو مثلا 4 اوفر 1، فانا هغيره واخليه كام؟ اخليه 1 اوفر 4، وكنسل النيجاتيف اللي في الباور تبقى كام؟ 1 اوفر 4 اول باور 1، اي حاجه باور 1 بتفضل زي ما هي. فانا يعني ايه 4 باور نيجاتيف 1؟ 4 باور نيجاتيف 1 هي عكس ال 4 باور 1، 4 1 باور 1 بكام؟ ب 4، عكسها تبقى بكام؟ ب 1 اوفر 4. تاني لو قال لك هاف اول باور نيجاتيف 1، مستر انا عندي هنا البيز نيجاتيف الباور نيجاتيف، طب الباور يعني انا في مشكله عندي في الباور. طب في مشكله عندك في الباور، يبقى التغيير منين؟ من البيز. مثلا انا معايا عربيتين، واحده فيهم عطلانه فباخد التاني، انا الباور هو اللي فيه مشكله، فتغير البيز، البيز كام؟ شقلبه، هات الريسيبروكال بتاعه، هو 1 اوفر 2، فانا اخليه كام؟ 2 اوفر 1، وكنسل النيجاتيف اللي فوق، اي حاجه باور 1 تفضل زي ما هي، يبقى 2. طب لو عايز تتاكد هات الكالكوليتر ورايت 1 اوفر 2 اول باور نيجاتيف 1، هتطلع لك ب 2. طب تاني مستر لو جاب لي مثلا مساله زي دي، مساله زي دي طبق نفس القوانين اللي عندك، يعني مثلا مساله سمبليفاي، حل عادي مالكش دعوه بالنيجاتيف. طب انا هنا مستر لو جيت شوف مثلا المساله دي قدامك طريقتين للحل، يا اما تحل بالطريقه دي يا الطريقه دي، شوف الطريقه هي اللي تختار. البيز هنا شبك لبعض، ال 3 قررت 7 وبعد كده قررت نيجاتيف 3، فجمع الباور. يعني ايه جمع الباور؟ يعني حطهم مع بعض، 7 ماينس 3 كام؟ ب 4، هتبقى 3 باور 4. طب 3 باور 4 بكام؟ 3 تايمز 3 تايمز 3 تايمز 3 اللي هي بقت 1. طب تاني هل في طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه، ان انا 3 باور 7 ملتبلاي 3 باور نيجاتيف 3. لو الباور نيجاتيف غير مكان النمبر، يعني لو هو فوق خليه تحت. طب انا تاني يعني ايه 3 باور نيجاتيف 3؟ يعني عكس 3 باور 3، يعني دي كانت 3 باور 3 تحت وانا طلعتها فوق فبقت بالنيجاتيف. طب بعد كده مساله ديفايد، ايه اللي هيحصل في الديفايد؟ الديفايد يا مستر لو البيز 1 بماينس الباور، وال 7 هتماينس منها 3 تبقى بكام؟ ب 3 باور 4 اللي هي بكام؟ ب 81. فانت قدامك حاجه من الاثنين، يا اما تحل عادي في الملتبلاي، مستر في الملتبلاي بجمع الباور. يعني ايه بتجمع الباور؟ يعني الباور دول بحطهم مع بعض، 7 بلس نيجاتيف 3 او 7 وماينس 3 وكام؟ ب 4، وكمل عادي. او قدامك حاجه تانية ان انت تغير مكان النيجاتيف، تشقلبه، يعني لو هو فوق خليه تحت. طب تاني انا مثلا مساله لايك دي، قلت
2 باور نيجاتيف 2 مالتي بلاي 2 باور نيجاتيف 3. طبق قوانين الباور عادي. مستر هنا 2 اهو. طب في المالتي بلاي لو البيز واحده جمع الباور اللي هم كام؟ نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 3. او حطهم جنب بعض نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 يبقوا كام؟ خسران 2 وخسران 3 يبقوا كام؟ يبقى هي 2 باور نيجاتيف 5. شوف 2 باور نيجاتيف 5 اللي هي بكام؟ مستر انت قلت لي لو الباور نيجاتيف، الباور نيجاتيف ايه اللي بيحصل؟ بحل ازاي؟ لا استنى، يبقى عندك خطوه بتعملها. في مشكله في الباور فتغير مين؟ البيز، غير البيز اللي تحت، البيز اللي تحت ده اللي هو كام؟ كان 2 اوفر 1. طب انا اشقلبه خليه 1 اوفر 2. وكنسل النيجاتيف اللي فوق تبقى باور 5. طيب وزع الباور بقى على اللي فوق واللي تحت. 1 باور 1 باور 1 باور 1 تبقى بايه؟ 1. وتعمل لها باور 5، 2 باور 5 اللي هي كام؟ 32. يبقى طلعت 1 اوفر 32. ولو عايز تتاكد حل بالكالكوليتر. تاني كل الفكره ان انت قوانين الباور مكمله معاك عادي. طيب لو المساله في الاخر بقى عندك الباور نيجاتيف، الباور نيجاتيف في مشكله في الباور، غير البيز اللي تحت شقلبها. لو هي مثلا 2 اوفر 5 خلاها 5 اوفر 2 وكنسل النيجاتيف اللي فوق. فانا بغير البيز بشقلبه واشيل النيجاتيف وحل عادي زي الليسون اللي فات. يعني الليسون ده كل الجديد فيه ان انت عندك خطوه لو المساله بقى فيها الباور نيجاتيف تعالى على البيز، الباور فيه مشكله، غير البيز شقلبه، هات الريسيبروكال بتاعه شقلبه وشيل النيجاتيف اللي فوق وحل عادي. طب تاني هنا لو مساله زي دي بقول لك 3 باور 1 ديفايد 3 باور نيجاتيف 2. مستر هنا دي 3 باور 1، طب في الديفايد ادي البيز وبعمل ايه للباور؟ في الديفايد بماينس الباور اللي هو مين؟ 1 ونيجاتيف 2 واعمل لهم ماينس. طب ماينس نيجاتيف تبقى بلس على الاله الحاسبه. 1 ماينس نيجاتيف 2 هتبقى كام؟ هتجيب لك 3. 3 باور 3، 3 باور 3 اللي هي بكام يا مستر؟ 3 مالتي بلاي 3 مالتي بلاي 3 بتوين 7. برافو عليك. طب تاني 6 باور نيجاتيف 2 ديفايد 6 باور نيجاتيف 3. مستر اهو لو جيت شوف مستر ده ديفايد والبيز واحده، فانا اقوم كاتب البيز. طب اعمل ايه في الديفايد؟ بقى ماينس الباور. سامعك؟ يبقى هنا النيجاتيف 2 والنيجاتيف 3 اعمل لهم ماينس. بالاله الحاسبه ممكن تكتب نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 3 او ماينس نيجاتيف، انت عارف ان هي بحط مكانها بكام؟ بلس. خلاص؟ طب هنا مستر البيزا 3 ونيجاتيف 2، 3 ماينس 2 بكام؟ ب 1. اي حاجه باور 1 بكام؟ اكتبها لي تحت في الكومنت. طيب اللي بعد كده هنا ايه اللي انا شايفه؟ باور لباور، باور لباور، خدناها في تاني درس في الليسون، خدناها في ليسون 2. لو باور لباور ابقى اعمل لهم مالتي بلاي تبقى 5 نيجاتيف 1 مالتي بلاي نيجاتيف 3، نيجاتيف مالتي بلاي نيجاتيف وبوزيتيف تبقى 5 باور 3. 5 باور 3 اللي هي بكام؟ 5 تايمز 5 تايمز 5 اللي هي بكام؟ تبقى ب 625. يبقى هنا طلعت ب 600، سوري هتطلع ب 125. يبقى هنا 125 زي نكست كوتشن. باور لباور، باور فور باور، باور لباور. طب انا بعمل ايه؟ ها؟ بعمل لهم مالتي بلاي هتبقى 3، نيجاتيف 2 هكررها مرتين تبقى بنيجاتيف 4. طب ايه اللي يحصل؟ مستر ده بيز والباور نيجاتيف، الباور فيه مشكله. فانا اقوم اعمل ايه؟ كنسل، هات الريسيبروكال بتاع مين؟ البيز، شقلب البيز اللي تحت. طب هو 3 اوفر 1 خليه 1 اوفر 3 وكنسل النيجاتيف اللي فوق يبقى باور 4. بعد كده هتوزع الباور على اللي فوق 1 تايمز 1 تايمز 1 تايمز 1 يبقى 1، و3 تايمز 3 تايمز 3 اللي هي بكام؟ ب 8 1 يبقى 1 اوفر 8 1. فانت نفس الليسون اللي معاك اللي فات مكمل، بس لو بوصل ان الباور بقى نيجاتيف بتعمل ايه؟ بتكنسل، بتغير في البيز تحت، بشقلب البيز واشيل النيجاتيف وكمل عادي. طب هنا مثلا ده يعتبر 8 باور 1، فانا كل اللي انا هعمله هطبق قوانين الباور. في المالتي بلاي بجمع الباور اللي هو كام؟ 1 ونيجاتيف 2 بجمعهم. طب وماينس اللي تحت ماينس نيجاتيف 3، ماينس نيجاتيف تبقى بلس. تعالى كده شوف 1 بلس 3 كام؟ 4، ماينس منهم 2 يبقى 2، 8 باور 2 بكام؟ 64. طب تاني ممكن كان في طريقه تانيه؟ في طريقه تانيه ان انا بغير النيجاتيف، يعني انا اصلا اغير مكانه، لو هو فوق نزله تحت ولو تحت طلعه فوق. مثلا هتبقى المساله كده 8 مالتي بلاي 8 باور نيجاتيف 2 دي نزلها تحت تبقى 8 باور 2. طب 8 باور نيجاتيف 3 اللي في الدينومينيتور طلعها فوق تبقى 8 باور 3 وشيل منها النيجاتيف. بعد كده 8 اهو ادي البيز 1 بلس 3 اعمل لهم بلس تبقى كام؟ ب 4. طب وتحت 8 باور 2 في الديفايد ماينس الباور 4 ماينس منها 2 تبقى 2، 8 باور 2 اللي هي بكام؟ ب 64. طيب اللي بعد كده مستر
كل اللي انا اعمله ممكن احل عادي او اغير مكان النيجاتيف، لو هو فوق خليه تحت. 7 باور 5، طب 7 باور 3 دي بوزيتيف سيبها زي ما هي، 7 باور نيجاتيف 2 نزلها تحت تبقى 7 باور 2، بعد كده بماينس الباور هتبقى 7 فوق 5 وتحت 5 هتبقى 7 اوفر 5 اوفر 7 باور 5 اللي هي بكام؟ ده على ده اللي هو ب 1 او 7 باور 0. ممكن احل بطريقه ثانيه ازاي؟ مستر اقوم كاتب البيز اهو واجمع اللي فوق اللي هم كام؟ نيجاتيف 2 بلس 5. طب واللي تحت ماينس هنا كام؟ 5 نيجاتيف 2 بلس 5 ماينس 3 اللي هي ب 0 يبقى 7 باور 0. اي حاجه باور 0 ب 1. طب هنا ينفع تحل المساله دي؟ هتحط هنا باور 1 وتجمع الباور عادي وتماينس ال 5 وبعد كده تعملها باور نيجاتيف 3 واكتبها لي تحت في الكومنت. طب هنا بقول لك ايه؟ بقول لك سمبليفاي اتش اوف ذا فولوينج رايت ذا ريزلت ان تيرم اوف ا بوزيتيف اكسبوننت، يعني عايزك تكتب لي الحل بس تخلي لي الباور بون الباور بوزيتيف يعني تتخلص من النيجاتيف. طب تاني هنا 7 دي مفيش فيها مشكله، يعني ايه اكس باور نيجاتيف 1؟ اكس باور نيجاتيف 1 مستر انا شقلب ده شقلب البيز ده كان اكس اوفر 1 فانا هخليها كام؟ 1 اوفر اكس وكنسل النيجاتيف يبقى اوفر 1 باور 1. 7 ملتبلاي 1 ب 7 والاكس دي يعني كام تحت يبقى 7 اوفر اكس. اي باور بالنيجاتيف شقلب اللي تحت، فالاكس هنا فوق الاكس هنا فوق بالنيجاتيف نزلها تحت بقت دول بوزيتيف مفيش فيها مشكله. طب تاني هنا اكس باور نيجاتيف 1 واي سكوير الواي باور 2 دي مفيش فيها مشكله. طب اكس باور نيجاتيف 1 هي فوق بالنيجاتيف فنزلها تحت بالبوزيتيف بس. طب تاني ايه باور نيجاتيف 2 بي باور نيجاتيف 3؟ انا عايز الباور يبقى بوزيتيف اهو مستر. هو ده دي فوق الاي باور نيجاتيف 2 دي فوق فانت نزلها تحت تبقى ايه باور 2 بالبوزيتيف. طب هي فوق بالنيجاتيف نزلها غير مكانها. طب بي باور نيجاتيف 3 نزلها تحت بقت بي باور 3. طب فوق مفيش حاجه فده حل المساله. طب تاني انا ممكن احل المساله دي ازاي؟ دي البيز هنا واحد انا الاكس. طب وبالمالتبلاي جمع الباور 3 ماينس 2 ماينس 1 3 ماينس 2 ماينس 1 حطهم كلهم مع بعض هتطلع بكام؟ اكس باور 0 اي حاجه باور 0 باور. دي طريقه. طب طريقه ثانيه ممكن اغير مكانه اكس باور 3 ده باور نيجاتيف 2 نزلها تحت تبقى اكس باور 2. طب واكس باور نيجاتيف 1 نزلها تحت تبقى اكس باور 1 تبقى اكس باور 3 اوفر اكس باور 3 هات ماينس الباور اكس 3 ماينس 3 ب 0 اي حاجه باور 0 ب 1. طب هنا اف اي باور نيجاتيف 1 ب 2 اوفر 3 زين ايه بكام؟ هو يعني ايه باور نيجاتيف 1؟ يعني دي اتشقلبت فهي لما اتعكست لما جاب لها الريسبروكال كانت 2 اوفر 3 يبقى هي كانت كام؟ يبقى هي كانت 3 اوفر 2 ها؟ يبقى الايه كانت كام؟ 3 اوفر 2. طب لو عايز تتاكد حط النمبر ده مكان الايه؟ يعني رجعه مكانه. انت بتدور على الايه؟ يبقى هي 3 اوفر 2 باور نيجاتيف 1. كل اللي هيحصل هتشقلب الريسبروكال تحت تبقى 2 اوفر 3 وكنسل النيجاتيف باور 1 اي حاجه باور 1 تفضل زي ما هي. فانت لما تيجي تتاكد من اللي تشوز جرب الحل بتاعك. انت بتراجع يعني رجعه مكان. if a equal 7 باور x a equal 7 باور x وال b equal 7 باور نيجاتيف x يبقى لما اجيب a تايمز ال b مستر هو انا لو قلت لك 3 باور 2 بكام؟ ب 9 حط مكان ال a ال x ده اي حاجه. لو مثلا قلت لك 7 باور 2 خلي مكان ال x هنا 2 7 باور 2 بكام؟ ب 49. طب و 7 باور نيجاتيف 2 نفس ال x 7 باور نيجاتيف 2 اللي هي كام؟ مثال انا مشكلتي هنا في الباور فانت هتقوم تعمل ايه؟ دي كانت البيز هنا 7 فانا هشقلبها خليها كام؟ هي 7 اوفر 1 فانا خليها 1 اوفر 7 وكنسل النيجاتيف اللي فوق باور 2 وزع 1 ملتبلاي 1 ب 1 و 7 ملتبلاي 7 ب 49. طب ده لما اعمل له تايمز ده دي هتروح مع دي يبقى فاضل ال 1 فانت اي 7 باور اكس و 7 باور نيجاتيف اكس فانت الاثنين يعتبر ايه؟ ملتبليكيتيف انفيرس عكس بعض لما اعمل لهم ملتبلاي يجيبوا لي 1. 5 باور اكس اوفر 5 باور نيجاتيف 1. انا هنا لو جيت اشوف انت البيز هنا واحده فتقوم كاتب ال 5 وتماينس الاكس والنيجاتيف واي تعمل لهم ماينس. طب ماينس نيجاتيف تبقى بلس يبقى هي 5 اول 5 باور اكس بلس 1. دي طريقه او طريقه ثانيه مستر اهو لو جيت تشوف اهو
5 باور اكس ده بوزيتيف، طب 5 باور نيجاتيف واي طلعها فوق تبقى 5 باور 1. ايه اللي يحصل في المالتي بلاي؟ تكتب البيز وتعمل بلس للباور، هي هي. طب دول لو عايز اعمل لهم ديفايد اهو، كل اللي انا هعمله هتعمل ايه مستر اهو؟ هتعمل ديفايد للنمبر 6 ديفايد 2 كام؟ ب 3. طب ايه باور 2 هتكنسل منها ايه باور 3؟ هنا يبقى في مين؟ يبقى في ايه تحت؟ ها؟ 2 ماينس 3 بقى ايه باور نيجاتيف 1، يبقى الايه تحت. طب اكس باور 4 هتكنسل منهم 3 تحت، يبقى في اكس 4، اكس زياده 4. فانا هنا في ايه تحت فضلت، وهنا في اكس زياده 4، يبقى ايه انهي واحده؟ كوتشن سي. بكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى. بكده يبقى الليسون بتاعنا انتهى. لو انت عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لنا لايك وشجعني ان انا اكمل بقيه الفيديوز. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.